السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الجزائر العاصمة وبالضبط في إقليم دائرة الدار البيضاء، إذن في الجهة الشرقية لمدينة الجزائر، لنقف على الأشغال تاع يعني الأحياء السكنية الجديدة اللي راهي تنشأ في كل بلدية القطر الوطني. ونعاود نذكر أنه لابد من عمل القيام بعمل لتحسين النمط السكني اللي رانا نديرو فيه. لازم نروح للسكنية يعني للنمط الأفقي، نقص من الطبقات اللي راح تخلق مشاكل كبيرة جدا للسكان وكذلك للهيئات المكلفة بالصيانة نتاع هذه السكنات. لابد نروحوا للسكنات الأفقية مع مزيد من مساحات مخصصة للإخضرار والتشجير، ودائما مرافقة هذه المنشآت، هذه يعني المشاريع بالمشاريع نتاع البروكسيميتي، المرافق الاجتماعية التي يحتاجها المواطن لازم تكون بالموازاة، مش 10 سنين من بعد. إذن نترككم تتابعون، والسلام عليكم.